هذا الشيء اللي تنشوفوا دابا في المدارس والمدارات يمنعوا بعض الفتيات انهم يقراوا بهذا البرقع او هذا الخمار. فيعني انا ماشي مدير او تنجيري واحد المؤسسه، ولكن يعني كالمجتمع دابا تيتغير. حنا دابا عندنا ثقافات داخله، عندنا هذا اللباس، بعض اللباس تيدخل علينا من افغانستان، تيدخل علينا من ايران، تيدخل علينا بواحد الدول ديال يعني المشرق، فما بقيناش ذاك اللباس التقليدي المغربي سابقا. فكنا حتى نعرفوا الميمات ديالنا، تنعرفوا الاجداد ديالنا او موا تيكون هنايا، ولكن اون فوا البنت تكون مغطيه على الفيزاج محقه في الشارع العام. فهذه اما بالنسبه للفاكولتي ولا في المدارس، فتنظن يعني يقدر مثلا التلميذ انه يتخبى وراء ذاك اللباس، يقدر يكون مثلا شي مجرم او غير ذلك. حنا ماشي ضد ذاك الناس، حنا الحمد لله مسلمين، ولكن في اطار هذا يعني المنظومه الامنيه العالميه الحاليه، فيعني ضروري الحذر. حنا يعني الاخوان البنت تكون اخوانيه ما كاينش المشكل، ولكن ذاك اللباس ديال البرقع او ديال الخمار التام يعني تيغطي الوجه كاملا، تيبقاو غير العينين، فتنظن انني يعني المنع راه في محله. اولا المغرب ما عندوش مشكل في النقاب، لان هذا الشيء عشناه. انا من مواليد 56 ما عمر البروبليم كان مطروح بالنسبه للنقاب. ولكن اذا كانت المناهج التعليميه في البلاد عندها الحيز الكبير للتربية الإسلامية، مفروض الحجاب يكون كشعب مسلم. كانت مناهج غربية ومدارس أوروبية هذا الشكل ثاني. كنحترموا اللي دايره الحجاب، اللي دايره الخمار، اللي ما دايراش، هذه كتبقى حرية شخصية. أنا كنقرا دايره الحجاب، الأخرى كتقرا دايره الخمار، دونك عندنا نفس العقل. شنو كيفرق بيناتنا؟ النيفو انتيليكتويال ديالك ولا فاصون كيفاش كتعامل مع الناس ديالك ومع المجتمع. دونك ما من حق لا مدرسه لا كليه تمنع هذه الظاهره. بصراحه يعني نهضر من خلال التجربه ديالي، زعما عندي شي بنات بزاف في العائله وشي بنات صديقاتي ديالي عاشوا التجربه هذه، كيقراو في المدرسه وكيكون واحد الاحتياط من طرف الاصدقاء ديالهم والزملاء، وحتى بعض الاساتذه كيلقاو معاهم مشكل ديما كيتفاداوهم، ديما كيتخلق لهم مشكل زعما، ولا غير وسط الدرس ولا داكشي كيحسوا براسهم راه كاين واحد حاطينهم زعما في واحد الجهه والناس الاخرين حاطينهم في واحد الجهه اخرى. يعني هذا المشكل كاين عندنا. شخصيا كنشوف بان زعما كاين النقاب ولا الحجاب هو حريه شخصيه كتبقى سواء داخل المدارس وداخل الشارع ولا في المرافق العموميه. زعما كاين الحاجه اللي كتزيد تعجبني من واحد البلد الاوروبي كيعجبني بزاف، بعدا في بروكسل ولات زعما كاين تتنفتح على الثقافه، تيحترموا حتى هما النقاب الحجاب، فهمتي؟ بالنسبه لمنع النقاب يعني في لافاك ولا في، باعتبار ان لافاك بعدا يعني مكان عام، هو اظن انه جزء من تعريف الانسان المغربي بالهويه ديالو في اخر المطاف، اللي بالضروره خص اننا الا تنعيشوا في دوله يعني دوله ديمقراطيه بهذا المعنى هذا، ان الهويه ديال الانسان كتعرف انطلاقا من الوجه ديالو، لان الوجه جزء من الهويه، وبالتالي كنشوف ان مساله طبيعيه انه يتمنع بهذا الشكل الا كانت الخلفيه هي هذه. ولكن إذا كانت الخلفية هي الضرب في الحريات الفردية ديال يعني ديال الأفراد، فهو أظن هذا مشكل. هي حرية يعني شخصية، يعني كما كنشوفوا حنا المؤسسات كيسمحوا بأنه الواحد يلبس يعني داك الشيء مقزب وهذه، وما يسمحوش بأنه واحد يلبس داك الشيء يعني محترم ومغطي كل شيء. هذا الشيء كيبان لينا فيه واحد التناقض، يعني كما كنسمح لواحد يتعرى ولا هذه في المؤسسة، خاصنا نشوفوا غير من الناحيه الامنيه ديال انه المؤسسه دير واحد الناس اللي كيلبسوا الخمار دير لهم واحد الباج كوم كو زعما باش تعرف على انه داك الشخص راه هو داك السيد، حقاش ما كيبانش الفيزاج ديالو